الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، إلى آخر الآية. إخوة الكرام، وحنا كان سوى جيدين إناه موضوع خصاب سنة الحب في الله والبغض في الله. إلهي درتي والله يسجع لهذا يروح نعي سيدو إلهي درتي هذا النبعاته تاسي وامد دين تا إسلام كو يامانتي روحا تعلان يسد إلهي درتي نادو جعلاتيد أفعاشي سي أغواشي سمركي هادو بكتيد ودركتيد إن الله إيمانها يا إلهي وحو راد كي يهي وإن هاد إلهي درتي وجعلاتا هاد الروح أغواشي سي أفعاشي سو كغد يرانها يا ربي جيسا إما عاسدي ويسك اللازيمة هيو إلهي درتي أيا الله نعاه الله قد إرادة لبدا نعيا وحا ليرادة الحب في الله والبغض في الله. جعيل إلهي درتي الروح الله جعلاده يا نعيب إلهي درتي الروح هذا نعي سهد نعذو موضوع نسيدة أيوكو سابسانان هيا نبي جينا عليه الصلاة والسلام إلهي وحكوت المامين ومؤمنين تون حريسة وقيهي قال دانا وكوة دقيهي عالم كستن حريستي لو صادري أيوها رحمة إلهي يسوه دي يبوها نحريستي إلهي يصادري رسول كوها يا صحابتنا وقد دينا هيين ودحدة دوايسون حريسان هيين هاد بين يسوج علايين إلهي وحكو إرايدا محمد رسول الله محمد كي إلهي رسول كي ساها يو الذين معه دول كي معيقي ساها وصحابتها هايين أشداء على الكفار رحماء بينهم قال ذكر كيدك وكو أددك بيا هايين بويري يكون وايسون حريسا جيرين إلهي وحو كعبر أشداء على الكفار أشداء هدوا جمع شديد ويو وحيا هايين قال ذكو وآدك وآددك دول كايك دين تود خلاف هايا يا قالتي يا منافقين تيا الصحابة آد بيون نبعاين نعيب كاسا يا وحا كردلان هايي إني كو أدد كادان ويسون حريسا نبيك إلهي وحكوير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هاي نبيك آنو قالت للجهاد بوير يا كو منافقين تاه الله بشار ريالك كركو دانا كو أدكا وهاونا حريسان با إلهي رسول كيسا وكو يروي مركا دادكا مؤمنين تا وحي إسوها يندحدو دا كو إسونا حريستا رحماء بينهم دحدو دا وإسونا حريسان هايين بوي رحيمين با إسوها يين إسو دمرين هايا وآد ياد إسونا حريسان هايا يهايين ولا لها إسلاد شوا إسكجع لايين إلا روح مسلم كاه روح كلو مسلم كاه ولا لبو إياه من هوجين هيا من ظلمين هيا مرنا مؤمنين تسيدا سيسونا حريسان ايين إلهي آياتك لمركو كت الماما يوحو ييري أذلة على المؤمنين ودا آد بيقود العسينه قال دانا واكو آد دقيهين بلغو أمانا يا صحابتي رسولك يددك ووناكسناي نبيقين عليه الصلاة والسلام مركو كسو هجرون هيا مقال دا مد مكة المكرمة يا مقالة مدينة وسوء هذا هيي نمانك أنصار رسول الله لديه ترى يا سوء دوويين وعينك سوء دوويين ترحيبنا يدوين هيان آدو جعليهن إلهي جعلك هذا أيوك شاكيي هو أسوء هجرون هيي جعليهن والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم بوير دولك دارتي مدينة أسكم هيي ودارتا دقنايين هدنا إيمان كي أسكمين كوة مهاجرين تاه أسو هجرون هيا كهر يا إيمان كي لغا هلايو نبي غير رميين
رق بدن او كميدها انصارتا لبحج او مركا نبيغو سوه جرونا هيا كهر رئيسي يي نبيغا اوغو يمادين حجكا مركا سا نبيغو رق مدحوها نقبابو اسميه او لبيه طبان غار هيا مركا صحابتا يا رسولكو سوه جرودين ترحيب بيكو سو دوويين الهي مركا وحوكو يري يحبون من هاجر اليهم دولكا وسوه جرودي ويتعليهن مراد كاللوغة جيدة غرادة دارتا اسكمتاي إيمان كان اسكمتاي أنصار ويهي وايو مدينة ايكا دقنا جيري مركي نبي سوه جرودة كهرنا إيمان كان لغيه لي ويهي مقالة دا سيئي مكان سنائي أصحاب تساس يوسو دا ويهينو وحوليس او أركمين ما شاها أصحابتو إيمادين حتى الجعيل كودي وحو قارا إسعلايين وإلهي دارتي أيسو جعلايين ننكي مهاجيري ينو جيلو نن منكي أنصار تاكمي دا أو بيروه دي أيو كلا قويانو إدهان بيرتان تبعو إلا ودن كاقي واتكتي مدي أهل كاقي إلا وحي بقارين قبل أي رادان ننكي اللبا إسلام لها هوفرو ولالكي سكالي أوسو هجرو دي ودن كان لبا هتاز مدوز هوفرو بايديه ترين رقود بابا سيدا كسو دوويين إلا رقي مهاجرين تها أيو دايان إيو ولالا يارو هايستا إسكدهان ويين حبك مرك إلهي درتي ليسو جعلاده روح هدو إلهي جعلاده ونبيك هو جعلاده عليه الصلاة والسلام وعو جعلانها يا ضدك كحيرا إلهي يا رسول كيسا مركاسنا حبك وحا ظاهرين هيا ابنه سايا ظاهرين هيا حديث أنس بن مالك ورين هيا ونبيك وكوري عليه الصلاة والسلام يا نبيك وحو يري ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار نبي وحير عليه الصلاة والسلام سدح شيء روح اللي قهله إيمانك معانده سأيوه ليب يركاسي حلوة إيمانك أيوه ددنسان هياه وأكم عن سنة هياه إلهي واسين هيا سبحانه وتعالى ددن ونأكسن بالله ظاهرين هيا ويه وإلهي وأمه جين هيا دا عدي سين وكم عن سدو وح الله وح ديبه كسو قار هيانا وأوضل غادان هياه مرد بسنة هيا ويه مركز با وحو يري نبيكو مدى وقوه الرئيس وحا ويه أن يكون الله والرسول هو أحب إليه مما سواهما إلهي رسولك سوابا إنا يا هذا كوا أكتويس لغا جعلي هاي وحوال باو كسوا هري وإنا إلهي رسولك إلهي رسولك سآد جعلاته ووحا كسوا هري أردن إلهي رسولك سآد كجعلاته ويه مد الله باد وحو كييري ويحب المرأة لا يحبه إلا لله وإنا الروح أجعلانها يجعلاته أو ننا أجعلان إلهي درتي ما هنا وحكاله إلهي درتي أجعلاو لكن روح وحكا لا يطأ الدنيا يمراد كلايا بربر كلاها كجعلان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أغذه الله منه كما يكره أن يغضف في النار بوي وإنه أكه دقال نمضى إنه دحدي ده هذا إلهي مركو ككر يكبعدي سيدا النارت إن لقره ده أكه نهايو وإنه قال نمضى أكه دبوي لرسولك عليه الصلاة والسلام مرها الديبة حبك الله قهره يا إلهي يا رسول كيسا أجعلاده ضدك كحرن إلهي درتي أجعلاده دينتي بصدا أيبا كل انتهابا إلا حبك يا وحا كرد لنا هيا إنو إلهي سبحانه وتعالى كحراده أوامرتي سأو سمي النواهيد أرهبنا كرد إراده حبك روحي لغاها لنا دينتي سو كامل بين غنيسا إيمان كيسو درجات أغسى الرئيسة أيو قار هيا نبي حديث وحو كير أبو أمامة الباهلي أو كوريي من أحب لله وأبغض لله وأعدى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان بوي وحديث إمام الترمذي وقرها يو وحير روحي إلهي درت أجعل هذا الروح وجعلانا يو متك النبعانا يانا إلهي درت النبع هذا ومعاسي إلهي يعني كل ديرنا يقلقوا أركو أيو النبعان يا وحا أبحينا هايانا إلهي درتي سبحية إهل لقو إرادة والروح يعني الدقسية وإنو سنبحين وحا أبحينا هايو
ee ilaahay darti uu bixiyo waxa uu diidahayna ilaahay darti u manciya ee ilaahay dartina u guursada buu yiri ruuxu markuu nikaaxa samaynayo hadii uu guursado zinada aad uga dhowrsati ama ba awlaad xalaalaha baariyaala ilaahay ha ku siiyo markaana diinta anfacaan ee islaamka uu ku quwoobo qofkii sidaa u guursada ilaahay darti uu noqonayaa nikaaxiisu haddii laakiin shahwo iyo lada uu guursado kaasi waa ka baxahayaa darajada weeye ruuxii sifaadka laga helo faqad istakmala aliimaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaankiisu wuu kamilmayo iimaankiisii darajadii ugu sarraysay inuu gaaro ayaa ruuxaasi dalba buu yidhi haddiiba ruuxa ficilkiisa iyo ka tegitaanka waxa xun uu ka tegahayo iyo xarakaadka xibnihiisu dhaqdhaqaaqahayaa iyo degganaanshaha uu degan yahay ilaahay darti haddiiba intaasoo dhamma ay ahaato iimaankiisu wuu kaamil noqonahayaa darajada sare ayuu gaarahayaa wey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isticaylka laysu jeclaado ilaahay darti oo dadka walaalahaahi ay isjeclaadaan kuwaa isjeclaanahayaa bishaaraad badan baa nebigu ugu bishaareeyey bishaaraadka waxaa ka mid ah inay noqonahayaan kuwa carshiga ilaahay harsanahaya maalinta qiyaame nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid buu wuxuu ku yidhi sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillu imaamu caadil washaabu nashaa fii cibaadati rabbi warajulu qalbuhu mucallaqun bilmasaajid warajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamacaa calayhi watafaraqaa calayhi warajulun dacathu imra'atun dhaatu mansibin wajamaal faqaala innii akhaafu llaha rabba alcaalamiin ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه وحديث دار وبخارق وقره يوم نبينا أبي هريرة صحابي الذي ترى يا كوريي فالضبر روح إلى هاي وحوه وصينا هيا هوس كي سيوه وصينا هيا بل ما لنا هوس كلو نجر نن يا صينا هيا ويه ruuxa loo hoosaynahayo oo ilaahay toddobada ruuxuu ku tilmaamay wuxuu hormariyey imaamka caadilka ah imaamun caadilin buu yidhi nebigu imaam caadila baa uga horeeya imaamka caadilka muraadka looga jeedaa waxaa weeye saaxibulwilaayati alcudmaa baa loo jeedaa wilaayada weyn oo madaxtinimada ah ama yacnii madaxweynaha islaamka kaasaa loo jeedaa weeye isaga laftiisa waxaa haleelahaya man waliya shay-an min umuuri lmuslimiina muslimiinta umuurtooda shay ka mida ruuxiyo dhani wuxuu haleelahayaa yacnii saaxibulwilaaya buu haleelahayaa waa ruux darajo loo dhiibay lagana doonahaya inuu ku cadli sameeyo eexu iska ilaaliyo imaamka caadilka mararka gabal waxaa lagu tafsiiriyaa inuuba yahay alladii yattabicu awaamir allah biwadci kulli shay-in bimawdicih bigayri tafriidin walaa ifraad baali ruuxa ilaahay amarkiisa raacahaya oo yacni shay walba dejinahaya meeshii loogu talagalay ifraad iyo tafriidna aan samaynaynin ifraadku waxa weeye masalanba shayga oo lagu xadgudbo tafriidkuna waa goboodfal shaygii laga soo gaabiyo midna ma samaynahaya shay walba meesha loogu talagala buu geynahayaa wey kaayaa imaamka caadilkaa la yidhaahdaa imaamka caadilkaahi wuxuu ugu horeeyaa dadka harsanahaya maalinta qiyaame ilaahay hooskiisa hooskaasi waxaa weeye carshiga ilaahay baa loo jeedaa carshiga ayay harsanahayaan nebigu wuxuu ku tilmaamay haddana washaabu nasha'a fii cibaadati rabbihi buu waxaa midka labaad uu yahay ruuxa dhallinyarada ah ee ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray kaas ayaa nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam barbaaridaa la sheegahayo marka ruuxu uu dhalli yar yahay markii yacni uu ka bilowdo qaangaarnimada mukallafnimada oo kahli uu ka bilowdo ilaa uu ka gaaro 40 camal hadda ruuxu wuxuu iska noqonahayaa ruux shaabaho dhallinyara dhallinyaranimadaas waa marka ruuxa adduunyada ugu iila og yahay ruuxii adduunyadii iska xakameeyey ee diinta islaamka ku barbaaray ilaa laga oofsado ruuxaasi maalinta qiyaame carshiga ilaahay buu wax ka harsanahayaa wuxuu saddex uga dhigay rasuulku warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid buu yidhi waxaa ku xiga rajul qalbigiisa lagu xiray masaajidda waxaa lagu shabahay ruuxan
قلبي جيسي شيء مساجد ككحرم بالغوشة بها وإشارة الله إشارة هايو إلى طول ملازمة قلبه في المسجد وإن كان جسده خارجا عن المسجد باله وحال إشارة هيا قلبي جيسي لازم يدعو لازم هايو مساجد كتعيل كيسة يمروا البين وحاضروا ودون هايو إيه سلادها وكسو دكدو جسد كيسو هبا كب مغنادو مساجد كاكا بحسنا دي شعيل كيساس يا مساجد ككحران أساقنا وحو كمد نغونا يا ضد كمالين تقيام عرشق إلهي هرسانا هيا وحا النبي أفر أقردق والرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرغ عليه بوير لبر رجل با هرسانا هيا بير عرشق إلهي درتي سجع الله دين وكو كل من شعيل كا كناك لتقيم بوير وإن هدي روحها تعلان يسي إلهي درتي آدو جعلاتي يا دانو جعلانين الدنيا وكسيي أما غرض كلاي مراد كلاهات كلاي دهي وحيابها وإن دانو جعلانين إلهي درتي آدو جعلاتاون جعيل كاس بيكو كل ما إساقا أيينا كو كلاتاقين ويي حبقا أي دائما هيا ومركا للي هوا إستعلادين موحكا كلاقوين هيا مجران والدنيا دا بربر كيدا أه إيادا حيعني لبدا الروح وإلهي درتي إسو جعلان أيا أما هو كل ما هيانا ما كل ما يان حقيقة هو كل ما كرانه ملوى ودجوجي كران أما ما كل ما هيانه ما بيسارك هيان وانا يسعلي هنوي لبدا الروح ما هكل من أما ييسا كل منه وإسعلانا هيان إلهي درتي بيسو جعلانا هيان مد نولبا مد انتي مع جعلانا هيان ومركا كدوانا هيوي مركا ساي نبي قوحو كعبيري اجتمعا عليه بيكو كل من بويري والله بنو لو مثلا بكوكل انت جعيلكي وتفرغ عليه نواكوك لتقين هدانو متكود ايا اللو افسانا هيا اساقو كيكا لا تجعلو وحو النبي شان وقادقا والرجل دعت امرأة ذات منصب وجمال بوير وحا كميدا كوا هرسانا هيا عرشق الهي روحي وعدي قبر وناكسن اغلو وناكسن كدلاتي ادانا غروح صاحيبا ايا وعدي وتركالا ايقزي نيسو مركاس بوحو ييري إني أخاف الله رب العالمين بوي أنوكو وحان كعب سنة هيا إلهي بان كعب سنة هيا ويئيغ هيو إدالة عنايا عالم كالربي جيسا هاسيدا سبولي روح سيدا إستقعلي إي نفتي سي يشاودي سي كاد كادي مالين تقيام وحو كميديا كو عرشق إلهي هرسان هيا وحا الليح لوغر ديغي رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل صدقه يجي صدقه الله بحي إلابا يعني صدقه داس بحين تيدو اوكا غارسيو إنو اوكا غاريه بويرو آد هوسوكا غاريه بيدح ديوسي انتايسان اوغاني وحا ميدوكتو بحين ايسان وحا لغا كنا يونا يا روح صدقه بدي ديسا لغا كنا يونا هيا روح جيركيسو هديو دغدغاقو وايس دريمه هيا دغدغاقا لكن وحا لغا كنا يونا هيا صدقه ديسا تيرا بدي داو هديبا اسكا بحين هيو وحا النبي تضبأ وقردقى رجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه بوي رجل إلهي حصي إساقو خالي وغلبي جيسو أدوية خالي كيهي ووحش واغيلها إنك شغلين إنن أما ما هنا ضدبو خالي كيهي ملعد لا يؤسك جوغا مركز عبسي إلهي دراد يا إنديه سيبيا سيدايين وعبسي إلهي يؤسك لبو يهي روحا سنوحو كمذيا عرشق إلهي كوا هرسانا هيوين حديث كان وحا لغا عبرا مدول بالرجل با لغا عبرا قبردين والا مد نغونا إسا لح كلا مد مي نغونا إسا حل حبنا كلا مد نغون مي سبالي وحي ساتها حبت داسي وحا ليري والرجل غلبه معلق بالمساجد رجل غلبه إسا مساجد كالوحي لابا ليروي مساجد كو مروال باكدو كان هياهو غلبه إسا إساقا يوهي لابا هياه adda gabadhi meeshaas soo gali meesha ba la yiriyo iyada salaadeeda salaaddu waxay ugu fadli badan tahay gurigeeda inay ku dukato waliga guriga meesha ugu dambaysay inay ku dukato iyo aad iyo aad ugu fadli badan ba la yiri way ragana waxa u fadli badan salaada ay ku dukadaan jamaacada masjidka taa ayaa u fadli badan ba la yiraada weeye lixda kale ta way soo galeysaan imaamka caadilka hadii looga jeedo saaxibu wilaayatil udma madaxweynaha islaamka hadii looga jeedo iyaduna way baxaysaa ba la yiraada waxa la yiraada imaam caadila mararka gabar waa soo galeysaa
هدي أولاد دي دي أيو عدل سميسو أو أي حشا إيا وحا سينا أو سمينين أدى روح مدح لغدقى أي وحي مدح لغدقى كو عدل سميين نغان يساوي ماشا سي كسو قلي سابالي أما ما هانا وحي كسو قلي سا إني مثلا ما انت عيدا تبعاتو دولاد دي أورنا يأفقن بسا قبري هدي دولاد دي أي سيدا وأفقن بسو حكم كيدو أفوله يا ضرورة هانا يوفوله يا مركا هدي أي عدل سميسو ayaduna waa soo galeysa baa la yiri weey waxa la heli kara laba gabdhood oo ilaahay dartii isu jeclaadeen marka ama gabar iyo nin ilaahay dartii isu jeclaadeen ee diintii ku walaaloobeen baa la heli kara waxa la heli kara gabar ayaduna cibaadadii ku barbaartay sidii rajulka ugu barbaaray oo kaleeto waxa la heli kara gabar nin zani ah oo u yeeray ee nin qurux badan aqoola wanaagsan ka dhashay ee aan ka zinaysta ugu yeeray gabadhii ay tiri ilaah baan ka cabsanahaya iyada raa la heli kara weeyeen waxa kale oo la heli kara gabar sadaqo badan oo sadaqadii bixinaysa oo xeeladeedii sadaqaysanaysa iyadu ay iska lehed sadaqadaasna gaarsiiday heer bidixdiisa bidixdeedu aysan ogaanay waxa midigteedu bixinayso waxa kale oo la heli kara gabar ilaahay xusiisanaysa meel khaaliyana joogto indhaheeda ay ilimeynayaan ee ilaahay cabsidiisa la booyaysa iyadana waa la heli kara weey marka lixdaasba waa ku rumoobahayaan xadiidka ayaa nabigu wuxuu ku tilmaamay labada ruux ay jeclaanayso ilaahay dartii isu jeclaanaysa ilaahay dartii ruuxa jeclaanayso u jeclaaw sida ayaa munaasabada xadiiskuba ay tahay oo meeshan aan ugu soo aroorinay qolada marka ilaahay dartii isu jeclaata arshiga ilaahay ayay harsanahayaan maalinta qiyaama ilaahay wuu naadinayaa aawa kuwii aniga dartay isu jeclaada buu leeyahay xadiis yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam abu hureyra uu ka wariyey yaa abu hureyra wuxuu yidhi إلهي رسولك سوحو يريبوي إن الله تعالى يوم القيامة يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذل يوم لا ذل إلا ذلي حديثك صحيح مسلم يا غرهيا ما لنت قيامة إلهي وحكو قوليا أو كوي أنك درت يسجع لابو ليهي جلال كيك يهيب الديدا واركوي يسجع لاوي وحن ما أنت أهو سينا هيا هوس كيكا waa maalin hooskayga maahana hoos kalena una jirin ilaahay wuu u dhawaaqahayaa aaway buu leeyahay su-aasha ilaahay uu xaggooda ka weydiinahayo ma ahan yacni jaahilnimo uu ka jaahil yahay meeshay joogaan waa weydiinahayaa isagoo caalim ku ah meesha ay joogaan oo makaankay ku sugan yihiin iyo xaalaadkooda ilaahay caalim buu ku yahay waxaa yacni loo weydiinahayaa fadligooda in la daahiriyo dadka kale ay ka fadli badan yihiin meesha ay joogaan baa laga muujinahayaa ilaahay marka wuxuu ku tilmaamay inuu hooskayga hooskiisa u hoosaynahayo yowma alyowma udilluhum fii dhillii buy hooskaygaan u hoosaynahayaa maanta waana maalin isaga maahani hoos kale una jirinin ilaahay hooskii isaga ayaa isu idaafeeyey idaafada waxaa la yidhaahdaa idaafatu mulkin wa tasriif baa la yidhaahdaa hoosku hooska carshiga weeye carshigana ilaah baa abuuray oo maaligiisii ah hooskiisana ilaah baa abuuray weeye maadaama ilaahay uu abuuray yaa isagii loo idaafaynahayaa idaafatu mulkin baa la yidhaahdaa wey xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa aada u owlanimo badan in la yidhaahdo idaafadaasi idaafatu tasriif weeye carshiga yaa la sharifahayaa oo kor loo qaadahayaa sharaftiisa sidaas ayaa lagu tilmaamay weeye ilaahay carshigiisa ayay harsanahayaan kuwa ilaahay dartii isu jecel oo ilaahay dartii isu xiriiriya qolooyinkaasi carshiga ilaahay ayay harsanahayaan ilaahayna waa u gargaarahayaa riwaayadan muslimka riwaayo aan ahayn ayaa waxaa lagu caddeeyay hooskaasi inuu yahay hooska carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxa waa soo dhaweynayaa ceebtiisa wuu asturahayaa waxaa ka mid a masalanba hooska ah in looga jeeda carshiga ilaahay waxyaabaha tilmaamahaya waxaa ka mid a xadiis baa nabigu wuxuu yidhi asuldaanu dhillullaahi fii ardihi ya'wi ilayhi daciif buu yidhi suldaanka ruuxa madaxweynahaahi waa hooskii ilaahayo ardada dhexdeeda jiilay weeye oy waxaa u dunmahaya buu yidhi daciifka ruuxa daciifkaahi waa u dunmahayaa markaasuu dhibaatada lagu daciifsanahaya ayuu ka dafcinahayaa buu yidhi hadda suldaanku maahan ardadoo dhan inuu hoos u yahoo uu ka korreeyo looma jeedo oo hooskii xisigahayo la dareemahayo geeduhu ay lahaayeen kaasoo kaleeta looma jeedo ee waxaa loo jeedaa masalanba
يدفع الأذى عن الناس كما يدفع ذل حر شمس باليراه ضدك أيو نبك كالدفاعها يا سيدا قرح دا كليل كيدبا جيد كهوس كيس كمارك الله تقو هوس كاس يأو الدفاع وين ظلمك مارك الروح هو أركو قلبك يسو أقبانها يا مارك أصابيرك يسو حتى الأومها يا مارك الروح أس قلبك يسو أقبت ظلمك كعرارا يا أو أوما وحو ظلمها يا سلطانك بو ظلمها يا نفتي سوى حسيلة يساوي مركز الراحة سنها يا عدلك يساوي وكل راحة سنها يا وقرسورها يا مؤمنين تضعفتها أصوى ظلمها يا ضدك ظالمين تها اللغس وعرارها يا مركز وحو النغدين ميل دبك لغس وحوص قلو سيدا قرحة كليل كيدا بجيتك حوص كيسا لغس وحوص قلو سيدا أصبع مركز وحا لغت الماما سلطانك هو حوص إلهي ويالا أرضادة لحديدة وضدك ضعفتها يكسو عراران نبي عليه الصلاة والسلام استعيل كدتك مؤمنين تا استعلان ايا ادبو اوغو بورين جيري بل وحا دالين هيا جعيلك ايو تسي جيرا مرارك قبل حديث بو وحو كيري رسولك والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشو السلام بينكم بي وحديث را صحيح مسلم كو غره ايو نبينا عليه الصلاة والسلام وكور يا أبو هريرة وعير إلهي نفتي قليان كدارتها إن إذن أن جنة قليان بورين تادي رميسان روح النبي الرميني جنة مقاله هيو منا الرمينا إسان بويري إن تادي اسكت جعلانا إسان أدنك والروح بالروح كلا أولاد جعلانا هيو وحي إساق النفتي سأولاد جعليا هين موانا إذن تسينين بوري شيء أدي أطفشانا هذه استعلانا إسان مركز إلهنا صحابة إلهي رسولك سونا تسي أبشو السلام بينكم بي سلام تفافية دحدينا كان مركو سلام متكان متكان إن سلامتي وكرد ديو مدى متكا كلا نبتقليا يوجد دعينا هيا إلهي عذاب كيسو دان كان نبتقلبو كان إليه هاي كان كلانا سيدو كلا إليه هادوغونا كان نبتقل نحريس با غلبي قودا كان دالانا إسا مركاس إس لجع لانا هيا مدو البا كان كلاوحو لجع لاوي سيداس با نبي قوبارا هيا وحيابها إسكو جع لانا هيا سلامتو وحي كميتا وحد علي حبك روحو وكجع لها ذا الروحة كليتو نبي قينا عليه الصلاة والسلام لبدا الروح مركا يستعلا ذا إلهي ما لنت قيام وحو كفريسين هيا بوير كراس من بين النور أيا لغو فريسين هيا كراس دلال بدن والنور كسام أيسان يا إلهي ما لنت قيام كفريسين هيا بوير وحديث بوحو كعابرة معاد بن جبل وكورين هيا وحو يريم معاد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبضهم النبيون والشهداء بي وحديث إمام الترمذي وغره ولبا وكت المام حديث كاسين وصحيح يهي ما لنت قيام إلهي وحوليها بي أنا قدرت يكوي سجع لايين وحا أسقنا دبير من بريال نور أح أي يلنا هيان وقال هيان بي منابير كراس نورا با لو دغه هيا كراس تاس ماركي لو دغو حدا انبيادا جعيلكا اي جعلانا هيا كدلن مايسو كان لازمين مايسو انبيادا اي شهادتو اني كم مكان هوسيان او ميل هوسه اي جوغان ما كدلن اي سبا ليري وي او كوان حدا يعني ليليه وا استعلادين انبيادا اني كفضل بدن يهن كدلن مايسو ارينكاس وها لوغو شبها مثلا بأديقو أو كوسوك نادي بغل فرس وآدو غرغروح بادان مركا كبعدين آدارك تولال كانينا وهل فرس هايسته فرس كاسين او يهاساقونا مد غرحانا كواسو كليتا مركاسنا آد اشتهيدو إناد فرس كان كقادتو فردها آدكو بطساتو أما با إساقو كليتا آد روح كلاكاسو قادتو ساساد اسكا اشتهيين إيسا وانا كفي عانتو بغل فرس وغعن غرغرحان باد هايساتا أرين كاني مركا كاسو كليتا بولمي ديهابال والروح بغل فرس يستعمل إيه فرس قرحان الروح يستنتقر كييري قال له مد كانوا كلا حدي أدنى أدقدن لهيد أما أساقب أيات كييبس لهيد اجتهادا لو جيدا مد داسو كلا يتبع لو جيدا أما بما هان غيبد اللوغة غسد ماي وحاب اللوغة جيدا أسالهان با وأرن كان لوغة جيدا إلهي إنو ظاهري فضلغا ضدك استعلاده إلهي درتي إسو جعلاده يشرفته ده إلهي أكتس أي كليهن إلا مجيابا لوغة جيدا ee qibdadiiba looga ma jeedo asalahaan sidaasna rag baa ku tilmaameen weeye nabigu markaa wuxuu yiri yaqbiduhumun nabiyuna washuhadaa buu yiri
shuhadada iyo anbiyaada ya kamana yaan buu yiri jacaylka la isticmaalanahayo ragii waa wanaagsan marka isticmaalaan aad bay isu soo dumi jireen oo isu soo dhaweey jireen markaasay ka qaarad isaga boodi jireen weeye nin la dhihi jiray Abi Idris al-Khawlani magciisana Aaidullah ibn Abdullah la dhihi jiray oo ragii taabiciinta ugu waaweynay ahaa Imam Zuhri Sheikh Sibo ahaa Muhammad bin Muslim ba Zuhri la dhihi jiray taabiciinta ragga yaryar ka ah oo kamid abu ahaa marka Abu Idris wuxuu ahaa Sheikh Sibo Abu Idris wuxuu yiri waxaan galay buu yiri masajid ku yaala magaalada Dimashqa Dimashqana hadda dhulka Sham magaalooyinka ugu waaweyn bay kamid tahay wey markaas masajidki waxaan ku arkay buu yiri nin aad u dhalaalahay oo qurux badan ee dhoolabirahaya baan ku arkay dadkiina gaararkiisa ay ku hareereysan yihiin markii ay shay isku khilaafaan isaga ayay u soo tiirinayaan markaas uu ku kala saaraya oo ay ku kala fulayaan buu waxaan iri buu yiri ninkani quruxda badan oo wiilka yarka ee dadku ra'yigiisa ay ka fulayaan una soo aroorahayaan waa kuma markaas waxaa la yiri buu yiri hada Mu'adh ibn Jabal waa Mu'adh ibn Jabal baalay markii yani aan sida ogaaday yaan iska tagay buu yiri berri markii la gaaray yaan subaxdii soo kalahay buu anigoo isla masaajidkii aad inta uga hormarto aad markuu yimaado salaamti aadna u sheegtid inaad jecesho ilaahay dartii u jeceshahay masaajidkii markii aan imidba waxaan ba arkay buu yiri asagoo iga soo hormaray oo kalahadii iga soo hormaro masaajidkii ku dukanahaya intuu salaadii dukanahayaan kortay buu markuu salaadii dhamaystay yaan xagga wajiga uga imid buu yiri markaas baan salaamay waxaan ku yiri buu yiri wallahi inni la uhibbuka lillahi buu ilaah baan ku dhaartay anigu waa ku jecelahay ilaahay dartina aan ku jecelahay saasaan ku yiri buu markaas buu wuxuu yiri buu allahi baan kugu dhaariyay may jecesha markaas waxaan yiri buu allahi baan ku dhaartay waan ku jecelahay haddana mar labaad buu ku celiyo allahi baan kugu dhaariyay maanaad jeceshahay buu markaas buu yiri ilaah baan ku dhaartay aadan ku jecelahay markii aan sidaa u dhaartay uuna saa ii dhaariyay fa akhadha bi habwati ridaay fajadabani ilayhi buu wuxuu qabtay bir habwatu ridaay garbasaarkayga habwadiisa habwada waxaa la yiraahdaa marada marka la doonyeysto ee jilbaha korkooda lagu xiro shanshooyinkiina ay taagan yihiin baa la yiraahdaa la isku celiyo maradiibu saa iigu soo jiiday xaggiisa uu ii soo jiiday markaas wuxuu yiri buu yiri abshir fa inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في سداس بويري بويري نبي وحديث صحيح وإمام مالك كتاب كيسا موضع كورين هيا ويا وكوري وعير بشارة يسوي رابو إدريسو نبي قوحا كم غلب ير عليه الصلاة والسلام إساقو رهيا إلهي وحو كقولي aniga maxabadayda u waajibtay kuwa aniga dartay isu jeclaanahay ilaahay darti labada isu jeclaata oo muraad kale iyo adduunyo birbirkeedaan isku jeclaan qolada waxa u waajibtay ilaahay jacaylkiis qolada aniga dartay isula fariisata qoladaasna ilaahay jacaylkiisa u waajibahaya qolada ilaahay darti isu ziyaarata ama mid dhintay mid nool ha ahaadeen ama laba wada nool ha ahaadeen ilaahay maxabadiisa u waajibaysa qolooyinkaana wal mutabaadiliina fi yabuuri kuwa bixinahaya naftoodii iyo maalkoodii ee ilaahay waxa raadiga uu ka yahay ku bixinahaya ilaahay dartina sidaa u badinahaya sadaqadii ilaahay jacaylkiisa u waajibahaya waa qolada naftooda ku bixinahaya ilaahay wuxuu raadiga ka yahay marka qoloyinkii waa wanaagsanaa raggii hore saasay isu jeclaayeen saasay isula fariisan jireen sidaasay isu ziyaaran jireen sidaas darteed bay xoolahooda ku bixi jireen ilaahay wuxuu raadiga ka yahay ayay daa'imi jireen weeyeen ruuxu markuu ruuxa kala jeclaado waxyaabaha jacaylka uu dhalinahay waxaa ka mid ah oo weliba ziyaadinahaya inuu ruuxu jecel yahay u sheego yiraa waan ku jeclahay nabiguna sidaas buu ku tarbiyay jiray ruuxa aad jeceshaa waxaad inta ku tiraa inta u tagto waan ku jeclahay sidaas ku dheh maalin baa nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu ku yiri idaa axaba rajulu akhaahu falyukhbirhu annahu yuxibuhu haddii rajulku rajul kala jeclaado ha u sheega buu yiri inuu jecel yahay sheegiddaas xikmada looga jeedaa waxa weeye waxaa ku sii ziyaadahaya jacaylkii markii hore aad isticmaalaydeen baa sii ziyaadahaya waa sii adkaanaya midkan markii aad u sheegtay inaad jeceshahay
asaguna waa ku duceynahayaa waa ku jeclaanahayaa nabiga laftiisa hadii nisa saxaabta kamida uu jeclaado waa u sheegi jiray waan ku jeclahay buu nin la dhihi jiray Mu'ad bin Jabal yaa nabiga maalin u yimid markaas nabigu gacanta ku dhagay markaas buu wuxuu yiri yaa Mu'ad wallahi inni la uhibbuka thumma usika yaa Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحديث صحيح أبو داود كو غره يوم معاد بوق عنت النبي كو دقي مركز بير معاد وإله بان كدارت وان كتعلها بي النبي الروح وجعل هذا أد بوق النصيب وان أكسنا إله بان كدارت وان كتعلها بير معاد وان كدر دار ما هي مادة بان كتعلها معاد وهكتاج بير الصلاة والبؤد كتعريب تيدا إن أدلا هاي اللهم إني على ذكرك الله يقول كالمي حسكا أنك حسها يه حسكا سي وحوش أملنا هيا إلهي القرآن لغو حسو أما التصبيح يذكر لغو حسو استاقو لغو حسو يفرد يو لغو حسو وحو البقوت كحسطا يو شملنا هيا واحد يقول كالمي سادة شكري غاقة حمدنا غاقة نعمة آدي يقول نعمة إذاي أما مد ظاهر ها أهاتم مغطا أما مد غرسونا أهات إله كاسي يقول كالمي واحد يقول كالمي سادة عبادة دادة ونا قيدة cibaadadaada aan u qomo oo sida dhaahirka si waafaqsan diinta islaamka aan u sameeyo arkaanteeda iyo sunanteeda aan hagaajiyo oo khushuuc iyo ikhlaas aan ku khalisahay aan kula imaado wadka ugu taamnimada badan inaan kula imaado allah ayuu igu kaalmay sida ku duceysay wiir salaad walba ciribteeda inaad tiraado ayaa aad u wanaagsan baale allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatika salaad walba dukata ciribteeda inaad tiraada waa sunna nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas uu ugu sheegi jiray qofku jeclaado asxaabtana way ku boori jirayo haddii ruuxa jeclaato u sheeg buu dhihi jiray inaad jeceshahay isagoo maalin nabiga nin la joogo yaa nin kala soo agmaray markaas ninkii nabiga la joogo wuxuu yiri yaa rasuulallaahi inni la uhibbu hada ninkaas waa jeclahay buu yiri ilaahay rasuulkiisa markaas baa nabigu wuxuu yiri aa calimta miyaad ogaysiiday inaad jeceshahay markaas buu yiri maya nabigu wuxuu yiri calimha ogaysii buu markaas buu ninkii uu ceyriyo uu ka daba tagay wuxuu ku yiri inni uxibuka fillaahi buu yiri ilaahay darti baan kuu jeclahay markuu sidaa yiri yaa kii lala hadlayo yiri waa lagu jecel yahay ayuu kii wuxuu ku yiri axabaka alladii axbabtani ilaahi buu adigana ha ku jeclaado ilaahay isaga darti aad ii jeclaatay waa duco aad u wanaagsan weyn haddii ruuxu kuu sheego ku yira waa ku jeclahay isagana waxaad ku tiraa ilaahay aad darti ii jeclaado ha ku jeclaado sidaas ku dheh marka jacaylkaas ilaahay darti laysu jeclaanahayo waxaad nacaysana ilaahay darti aad u nacdo waaba diintii oo dhammaystiran baa la yidhaahdaa acmaasha banu aadamka ayayba ugu fadli badanta afdalu lacmaali lxubbu fillaahi waalbugdu fillaahi buu xadiis nabigu ku yiri acmaasha waxaa ugu fadli badan ruuxaad jeclaanayso ilaahay darti aad u jeclaato waxaad jeclaanayso inaad ilaahay darti u jeclaato waxaad u caroonaysana ilaahay darti aad u carooto waxay ka mid tahay acmaasha waxyaabaha ugu fadliga badan bay ka mid tahay ruuxa hadduu ilaahay jeclaado ilaahay wuu jeclaanahayaa addoommaduna markaasaa qalbigooda loo iilahayaa oo la raacsiinahayaa wey man axaba allaaha axabahu llaahu waalcibaad baa la yidhaah ilaahay ruuxii jeclaada ilaahay addoommadu waa jeclaanahayaan ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wuddan buu yihi duulka iimaanka laga helay oo camalka wanaagsan oo saalixa samaynaya ilaahay wuxuu u yeelahayaa kalgacayl buu u yeelahayaa iyo jacayl muuminiinta kuwa wanaagsan oo sulaxada ilaahay tawaadud buu dhexdooda yeelahayaa ay jeclaadaan markaase waxay noqonahayaan xibnahoodoo kala tagsan bay noqonayaan iyo kuwa isjecel bay noqonayaan ruux qalbigiisoo kaleeta ayay wada noqonahayaan ruux walba ilaahay buu jeclaanahayaa iyo rasuulkiisa markaasaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo addoommaduna wada jeclaanahayaan mi maxaaba ka liibaan badan haddaad ilaahay jeclaato ilaahayna makhluuqaadkii oo dhan qalbigooda uu kugu xiro ee adiga ay ku jeclaadaan kaa maxaa ka liibaan badanba ilaahay markuu jeclaada ruuxa jibriil baa la ogeysiiyaa jacaylkaa markii jibriil la ogeysiiyo jibriil malaa'igta kaleeta buu ogeysiinahayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo abu hureyra warinahaya wuxuu ku yidhi ina allaaha idaa axaba cabdan dacaa jibriil faqaala innii uxibu fulaanan fa axibah قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض بوي وحديث صحيح البخاري وغره إلهي مركو تعلا ذا الضونك
جبريل بو وعها يا أبوي مركز بو حوليه يهين هبل بان جعلاده جبريلو يا أدوغونا جعلاو بالالي جبريل ملايك تمدك أغم تحسن ويهيه مركز با جبريل جعلانا يا جبريل بو حونا دينا هيا سمد ملايك تجوكتا وحونا كوليه يهين إلهي هبل بو جعلاده أدونكونا جعلاده أهل السمد أرنم باساسكو جعلانا هيا مركي أهل السمد جعلادان يا ددك أرداد الجوغة أرنم غبول لوغو سودتين هيا ضدك أرداد الجوغة أرنم بايسكد بشوبة هيا ضدك الله راعة هيا آداركتاي وإله بايت جعلادي مركاسا ملايكتو جعلاتي كبعدين أهل الأرض جيبا إسكد بشوبة هيوين واحد أركيس الروح زيارنا هي الروح وسوليق أركين ومرها رأي إسكد انتاي قلبي سيا واحد اللي قشري كوا ويه روحا آد جعلاتي ووانا قاد كو جعلاتي إساقا ميعيقي سالو لسو حشرين هيا قوم هداد جعلاتي قوم كابرين لقلكين هيا جعيل كاقا مركا وإنو نغضو مد دين تا إسلام تا كو حديثان ودين تا كو سابسان وإنو نغضو من أحب قوما حشرة معهم بو نبوي قوم روحي جعلاتا إياكا ميعيقو دالا لسو حشرين هيا بي آيات بابا إلهي وغي سيي وحو كير إلهي وما يدعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بوي روحي إلهي أضيعة رسول كان أضيعة وأوامرت أيسين هيان غاتا نواهد أي كرب هيان كرب طونادا دول كنوع عاسة وحي نغنى هيان بوي مع الذين أنعم الله عليهم بوي كوى إلهي والنعمة يؤقر قاري يي معيقودا نغنى هيان كوى اللو النعمة يواكو أما واكو أنبيادة كمدها من النبيين والصديقين بلغو عديوي النبيالك أنبياد إلهي إيا صديقين تا صديقين تو وحاوية أنبياد إلهي كوى الرميان إيا الرنمادة أي الرميان كو حيال ديرادي كوى أيا وحا ليرا صديقين كوى صديقين تا معيقودا ينغانا يا شهادة إلهي جدكي سايكو خدقا لما هيا ee diinta islaamka u dagaalamay jiray ee ila kalimada ilaahi u dagaalamay oo ku dhintay shahaadada micigooda noqonahaya wa saarihiina bu noqonahaya bu dadka sulaxada oo kuwa la soo sheegay qeyrkooda micigooda ayuu noqonahaya wa hasuna ulaaika rafiqan bu yiri ilaah waxa wanaagsanaada bu yiri la rafiqida kuwa la laf rafiqaha yaad wanaagsanaata bu ina jannada dhexdeeda kula rafiqdo oo marka yaacni aad iyaki la joogto maxaa ka wanaag badan ba oo aad ku raaxaysataa iyaga micigooda ziyaaradooda aad ku raaxaysato aragtidooda aad arkaysaa aad ku raaxaysato la fariisadka jannada dhexdeeda aad la fariisanaysaa aad ku raaxaysato midaasi waa mid aad u wanaag badan iyaga micigooda ayaa lagu la keenayaa ruuxa aad jiclaato hadoo ruux uu yahay maalinta qiyaamada adoo la socdaad imaanaysa ruuxa aad jiclaato ruux wanaagsan haduu yahay maalinta qiyaamada adoo la socdaad imaanaysa waa ki haday nabigu xadiiska ku yiri المرء مع من حببوه روح روح جعل هذا معجي سينغن هياب سيد أسباب وحى لغير هذا روح بالروح أو لا صاحبها يها كفر صدق أنت الدنيا ولا جوجون نبي جن عليه سلامة وسلام نبى مال نجيمت مركز بوحى سؤال يا رسول الله متى صعبوه ساعد قيام قرما يدعي سابي مركز النبي بوحى ما عدت الله محاط ضربات ما حد ودي يرسته بيرن مارين تقيامين لنكي باوحو كجوابي ما عددت الله من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن يحب الله ورسوله بي إلهي رسول كي سو أمد يارسان صلاة بدن إيا صوم بدن إيا صدقة بدن أمد يارسان بي لأبو وحان جعلها إلهي إيا رسول كي سايان جعلها بي سيداس أيان ديارسده بير جعيل كاس أيان ديارسده مركز ما نبي بوحو كيري أنت مع من أحببتها كاتي عشا معيقي سياد نغنيسا غيام أبي مادي آتي على تنبيق يا إلهي إلهي رسول كيسا هداتي على تنبيق ودا يا نغن نبيق معيقي سياد نغنيسا أنت مع من أحببت نبيق وقود جوابي روايك لوحو كزيادي أنس بن مالك وحديثك ورين هيا وحا نبيق كن ريبوي ونحن كذلك إلهي رسول كيسا أنكنا ساس مانا والروح أنت على نمان معيقي سياد نغنينا نبيق وحير نعم السيداس وكالاتو ييوي ففرحنا يومئذ فرحا شديدا بو إرانس بن مالك مالين تاوان فرح نبي فرح هادو دران أيام فرح نبي مصوص تاسو رمي وحي كوعة دين إيسا بورين تلايسكو بورين هايو دادك صلاحة ووناكسن جعيل كودا يا دادك ووناكسن إلهي ودورتي جعيل كودا أديقو مركا رجينا هيا إلهي إنو كوهليشيو نارتنا إلهي وكاقفكيو
برينا يكو شفاعان أديقو إلهي سبحانه وتعالى سيدا إنو حقو ذكاكك أنا كرر جينا هيا يا ددك ووناكسن لجعلا داوي ددك صلاحظا جعيل كودا إيا زيارتو دا لزيارتو يلا فريستك للا فريستا وحا لغوت الماما غنيمة أدوين با لغوت الماما وغنيمة وين ددك سيدو دبا وحا لغوت الماما إنا يهين معادين با لغوت الماما وذهب كمعادين تيسا وكاليتا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أبو يري رسولك عليه الصلاة والسلام وحديث بخاري وحو يري حديث أبو هريرة نبي كورين إياه ضدك ومعادن بير وذهب كمعادن تيسا وكاليتا ذهب كأي فضة ما لها لغس وغطو سيد الله سيقودان هيا دادك سيدا سوكاليتا ويهو ومعادين ميالا لغا سوكودان هيا حدي قدا الله سيراعا أبكو ديكا أبكا أبالو تغا هيا وميال بي سيدا يعني تحساس نوع عاسب إليه وحا اقو واناق بدن بوير كوي اقو واناق بدنا بوير جاهليجي مركي لچوغي تيري يا اقو خيارسان بوير إسلام كدحجي سمركي لجمادي وحكسان ايا كاسا اقو في عنانا هيا مركا دادكي ومعادين بالي ardadu sida macaadinteedu ay uga kooban tahay mar baa laga qodaa waxa xageeda ka ahaa rasaas baa mar laga qotaa mar dhahab baa laga qodaa mar fidda baa laga soo qodahayaa waa is khilaafaysta waxyaabaha laga qodanaya xagga dabciiga isku khilaafin mid waa jilicsanaan midna waa adkaanaysa xagga sifada isku khilaafin oo mid waa guduudan midna waa cadan midna waa madoobaanaysa xagga qiimaha isku khilaafin mid qiimaheedu waa badanahay midna raqiis bay noqonaysa dadkuna waa noocaas oo kaleeto xagga dabciiga mid dabeecadiisu waa fiicnaanaysa midna waa xumaanaysa xagga sifada isku khilaafayaan mid waa cadaan midna waa madoobaan midna waa gududnaanaya xagga aqliga isku khilaafayaan mid aqliga waa loo badinayaa midna waa loo yareynayaa inta oo dhan yaa laysaga ay kaysiinayaa ardadii iyo dadkii dadka waxa ugu khiyaarsanaanahay oo kuwa ugu wanaagsan adduunka iyo aakhira ay noqonayaan هو دين تحمبارسان ايه نغونا هايان ومنبع الخير والسعادة باليرا خير كا ايه الليبان تماشا ايه كسوا برغان ايسو وددك دين تا اسلام كحمبارسان سيدا اسبا مركا وحو كتل ماما النبيقو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقه بوي جاهلي كي كوي اقو خيارسان يا اسلام كمركي لسوا قرانا اقو خيارسان مركا دين تفهمين بوي والارواح جنود مجندة بويري نبيقو ارواح دو وجنود مجندة هو لجمعي وي والجموع مجتمعاه إلهي سبحانه وتعالى أو كل مي عالم ذرب عالم كمركي لجوجي يا نبي آدم دود كيس الله قصوا مسحي وح الله وجب بنو آدمها مركز إلهي وحه هو يعقله هدي وح لسؤال يكون جواب عليان إلهي وحه كويري ألست بربكم أنا جميع ربي جينا هين سداس بكوين مركز بوحيدها قالوا بلا إن أذنا هين سكنا في ربي جانا تاي سداس يكون جوابين ويه ilmihi nabi aadam oo duudkiisa laga soo jamciyay weyn arwaaxdi maalintaas baa la isu keenay oo la soo jamciyay weeye meeshaas ayay markii lagu kulmiyay qolo waa iswaafaqdo sifaadkeedi baa iswaafaqahaya waana isjabaha hayaan qoladii iswaafaqdo isu ekaatay adduunyadan markii arwaaxdi jismigan ama qofkan la geliyay waa isu dunmaysa waa isu soo dhawaanaysa ilaa sifaadkoodii baa iswaafaqay qolo waxaad arkaysaa waa hore dhimatay oo qolo markaa joogto oo yacni qaydul xayaat ku sugan ay jeceshahay sifaadkooda iswaafaqahayo markaas ay is arkeen wey qoladii sifaadkoodii isu ekaado isjabahada waa isu durmaysaa wey qoladii isjabihi weysaana waa is khilaafaysaa waana kala dheeraanaysaa waxaa la yidhaahdaa marka fal maxabatu walbugdu bayna annaasi min talaawumi alarwaaxi wacadabihi baa la yidhaah jacaylka dadku ay isjeclaanayaan iyo isu carooshada dadka gobolkooda isu caroonahayaan arwaaxda isu cunankeeda ay isu cunan mayso iyo isu cunar weysada ay isu cunan miweynayso iyay xaggeeda ka ahaanaysaaban waxaaba la yidhi ina duyuura calaa ashkaaliha taqac baa la yidhi wey shimbirba shimbirkiisa ayuu ku kor degaahoo la degahayaa gariirku gariirkoo la degin shimbiraha noocba nuuciisoo la degaah ee ma arkaysid nuuc nuucii kale la degahaya oo meelo saaran arki maysid weeye sidaasoo kaleeto yaa dadka kuwii sifaadkooda ay iswaafaqaan way isla degahayaan waa qoladii iimaanka isku waafaqday ee maalintaa isaqoonsato sifaadkoodii isku mid ahaayeen markii arwaaxdoodii jirkii la geliyay waa isu dunmahayaan
qoladii maalinta islaaftana maanta waa islayn hayaan oo way isciirsan hayaan dib iyo harad bay isku hayna hayaan weeye sidaas baa nabigu wuxuu ku yiri al arwaaxu junuudun mujannada fama tacaarafa minha italafa wama tanaakara minha ikhtalafa bi waa jumuucda sidaa loo jamciyey qoladii isaqoonsata waa isu dunmaysaa qoladii isinkirtaana way islaafaysaa buu yiri arwaaxda banu aadamku noocaas bay noqonaysaa wey xadiidku wuxuu kuu tilmaamahayaa isla saaxiibidda dadka waa wanaagsanaa isla saaxiibahayaa inay ahayd miday hore isula soo saaxiibeen adduunka markaad joogto idiga waxaa lagaa rabaa inaad fiirido ruuxa aad la saaxiibayso waa inuuna noqdaa ruuxaasi ruux diinta islaamka yacni ku wanaagsan adigana si aad ugu dhaqanto adiguna aad u raacdo wey ilaa waxaa la yidhaa ruuxu saaxiibkiisa ayuu raacaabaan wuxuu yidhi caarifun billah can ilmari laa tasal wasal can qariini fakullu qariini bilmuqaarini yaqtadii buu yidhi haddaa aad rabto ruux inaad barato asagu sow yaha dadka ha dhihin ee saaxiibkiisa laga weydiiyaa war ruuxan saaxiibkiisu waa kuma baa lagu leeyay markaad ogaato saaxiibkiisa saaxiibkaas haddau xumaan leeyahay asaguna xumaan loo weeyey ilaa xumaanta kula saaxiibay ruux walbaahiba saaxiibkiisa ayuu ku daydaa baal fakullu qariini bilmuqaarini yaqtadii sidaas buu yidhi weyn saaxiib walba saaxiibkiisa ayuu ku dayanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa buu wuxuu ku yidhi alrajulu calaa diini khaliili falyandur axadukum ayu khaalil buu yidhi rajulku wuxuu ku sugan yahay saaxiibkiisa diintiisa ayuu ku sugan yahay ee axadkiin ha fiiriya ruuxa uu la saaxiibahayo waa la yska fiiriyaa ruuxaad la saaxiibayso midka ardalunaaska ah oo dadka ugu xun haddaad la saaxiibto iduguna asaga oo kaleetabaad noqonaysaa ilaa dabcigu waa isxadahayaaho shaqsigu weligu wuxuu isaga dabeeca dhigaa saaxiibkiisa dabeecadiisa ayuu isaga dabeeca dhigaa adigoo ku dayanahaya marka dambe saasaad arkaysaa dabciga sidiisaba waaba isxadaaba oo waxaa la yidhaa ina dabca suraaq baa la yidhaa wuu isxadaaho adigoo isku shabahaan islahayn saaxiibkaaga ayaa marka dambe arkaysaa sidiisii adigoo u labisanahaya sidiisii adigoo timihii u xiiranahaya sidiisii adigoo u hadlahaya sidiisii adigoo isu jajabina hadduu isjajabin jiray sidaa ayaa arkaysaa marka dambe wen marka ka fiirsada buu yidhi ruuxa aad la saaxiibaysaa iska eega oo ka fiirsada baa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi weyn ruuxa aad la saaxiibaysaa ha noqdo ruux mu'mina gaalka lalama saaxiibo ruuxa kaleeto bidcigaana lalama saaxiibo ilaa gaalku marna kaa raadi noqon maayo ilaa asaga diintiisa aad kula saaxiibto aad diintiisa qaadato waa kii ilaahay ku yidhi walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum nasaara iyo yahuudu kaa raadi noqon maayaan intaad ayaka diintooda ka raacdo markaasay ku jeclaanahayaan laakiin si kale marna kuu jeclaan maayaan wey muminkaa lala saaxiibaa xadiid abu saciid alkhudri uu warinayo yaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa ya'kul dacaamaka ilaa taqiyun buu yidhi ruux mu'mina maahana ruux kale ha la saaxiibin adiga dacaamkaagana ayuuna cunin ruux ilaahay ka cabsanahaya mooye ruux kale ayuuna cunin buu yidhi ruuxa mu'minka waxaa korkiisa inuu suxbadiisa iyo saaxiibtinimadiisa u dooro ruux mu'mina ee taqiya inuu u dooro taas ayaa aada u wanaagsan oo korkiisa noqonaysa waayo ruuxa mu'minkaahi ruuxan kale waa ku intifaacahayaahoo mu'minkaahu jeclaanayo wanaaggiisa ayuu ku intifaacayaa ugargaaridiisa iyo nusxadiisa ku intifaacahayaa hadyiga dariiqa wanaagsan uu tusinahayo ugu kaalmaynahayo ku intifaacayaa taqwadiisa iyo cilmigiisa ku intifaacahayaa barakadiisa ayuu ku intifaacahayaa ducada ilaahay uu baryahayo ayuu ku intifaacayo isagana uu baryahayo mararka gabal waxaaba laga yaabaa maalinta qiyaama inuu u shafeeco ayaaba laga yaabaa weyn markaas baa nabigu wuxuu xadiidka ku yidhi abu daawuudku uu qorahayo imaamu tirmiidi laftiisuna uu qorahayo ruux mu'mina maahana ruux kale ha la saaxiibin buu yidhi dacaamkaagana ayuuna cuni ruux ilaahay ka cabsanahaya mooye ruux kale haddaad ruux gaala dacaamkaagii siido ee ilaahay kaafirnimadii uu ku gaalooba uu isu quwaysanahayo taasi halaag bay noqonaysaa adiguna balaayadii baad ugu kaalmaynaysaa ruux gaajoon oo mooryaana haddii aad siida masalan dacaamkii ee dadkii uu ku isbaaraysanahayo dacaamkii aad ku quwayda batroolkii aad ku shubtay yow dadkii ku isbaaraysanahaya waxaad la mid noqonaysaa midka qoriga xabadda ugu shubahaya ee qorigii isbaarada uu la taagan yahoo saas ugu kaalmaynahayaad la mid noqonaysaa weeye dembigiisana waa la qaybsanaysaa sidaa ayaa lagu tilmaamay nebigu wuxuu ka ilaalinahayaa dacaamkooda inuu cuno ruuxaan taqiyahayn saasuu ka ilaalinahayaa wey dadka mutaqiinta ayaa lala saaxiibaahoo lala fariistaa la fariisadkooda guulo waaweyn baa laga gaaraa nebiga aada u tilmaamo wuxuu yidhi
إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه الريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه الريح خبيثة به. وحديث صحيح البخاري مسلم بيغور هيان نبينا أبو موسى الأشعري بأكورين هيان روحا وناكسن لفريست كلا لفريست بويري وحا أمثل بويري روح مسكي قدنا هيا أو مسكي حنبارسان أدو لفريستو كلابو لمديا روحا مسكي حنبارسان سدح ومباد متكي هي ليسا إنا تكقدت مسكي واللعقة هي ستاة كسيستو إيا إنا ويسكا كاسي يوكوية عصد غيستو إيا اللبادة سمتها دي اللواية إنا تدوك وناكسن كهشو كوسو أدوك سدح ذات متكي هي ليسا بي روحا نافخو حنة أوليتا وحو اللميد يهابو يري روح بوفنها سمينا هيا طمال كبيرتا طمع هيا بيرتا بوفنا هيا كاسو كاليتو للافر يستوي يابو يري لبا أمباد ميت كهيلا يسابو يري إنو دركا كاقو ودبكي كاقصو بيدار دركي كاقو بتو إيا إنا تريح أربادا كهشيد أو ماشا عادكو صورتيد لبا دا أمباد ميت كهيلا يسابو يري إيا لافر يستددكا ووناكسان يسولا حدا أيا كاسو بوغدا وزيارتو لساحيبا سيداسا نبيكو كبو رينتيري haddii uu nool yahay iyo haddii uu dhintaba asaga lala saaxiibaha la jiclaada lana ziyaartaha la soo dhaweeya. Xadiis kale ba nabigu wuxuu ku yiri man caada mariidan aw zaara akhan lahu fillah nadaahu munadin an dibta wadaba mamshaaka wa tabawata min aljannati manzila. Wa xadiis saxiix ah xasan oo imaamu tirmidhi uu qorahayo ruuxi ruux jiran soo booqda buu yiri ama u dhawaada ama ka dheeraade ama ruux jicani soo ziyaarta walaalkiyo ilaahay darti ugu walaala ruuxaasi ama hadhinta ama hadnoolaado malag baa naadinahayo wuxuu u naadinahayaa ruux iyo waadiib noqotay.